السيد خالد الشملان الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي الكويت، أهلا بك معنا على سي ام سي عربية، ونريدك أن تحدثنا عن معايير وشروط الانضمام إلى مؤشر فوتسي فور جود الذي انضم بيت التمويل الكويتي إليه مؤخرا. الحمد لله تم إدراج بيتك على مؤشر فوتسي فور جود للأسواق الناشئة، والذي يقيس أداء الشركات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبيتك استوفى جميع هذه المعايير، ويعتبر هذا الإنجاز بفضل الله ضمن الاستراتيجية التي وضعها بيتك للاستدامة في عام 21، واللي من خلالها تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تعني بالمعايير البيئية والاجتماعية وكذلك الحوكمة، مما جعل بيتك في مصاف الشركات الكبرى المدرجة على هذه المؤشرات العالمية. طيب، وإذا تحدثنا عن أهم المبادرات التي قام بها بيت التمويل الكويتي في مجال الاستدامة. بفضل الله وحمده، طبعا هناك العديد من المبادرات المتنوعة اللي أطلقها بيتك، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر توفير منتج التمويل الأخضر، طبعا اللي يقوم بتمويل كافة المنتجات الإسكانية والاستهلاكية التي تساهم بالمحافظة على الموارد الطبيعية وخفض استهلاك الطاقة. كذلك بيتك أطلق حملة اللي هو كيبت جرين، التي تضم جميع المبادرات والأنشطة التي تعني بالبيئة والاستدامة. وبلا شك طبعا لا نخفى أن هناك توقيع أو توقيع بيتك مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتعزيز انسجام أعمال بيتك مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. طبعا يعتبر بيتك أول بنك في المنطقة اللي يقوم بتوقيع المذكرة من هذا النوع مع المنظمة. كذلك دور بيتك في تمكين المرأة، فبيتك أول بنك إسلامي في الكويت يوقع اتفاقية مبادئ تمكين المرأة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أن المرأة تشغل في بيتك مناصب قيادية لله الحمد، ولها مكانة ودور أساسي في البنك. أيضا لا نخفى أن بيتك وضع خبرته العريقة في بناء معرض كيف اتش أوتو للمحركات، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، ويعتبر هذا المعرض من المباني الصديقة للبيئة. طيب، وما هي الفوائد التي تعود على بيت التمويل الكويتي جراء الانضمام إلى ذلك المؤشر؟ لا شك أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماما بالشركات التي تتبنى معايير الاستدامة طبعا، وبالتالي أصبحت المقاييس البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات معيار مهم للمستثمرين. انضمام بيتك إلى مؤشر فوتسي فور جود يعزز من مكانه أو مكانته كمؤسسة موثوقة لدى المستثمرين، وكذلك يدعم توجهات بيتك نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية في الاستدامة. بلا شك كذلك يؤكد هذا المؤشر جهود بيتك في بناء مستقبل مستدام وتعزيز القيم لأصحاب المصلحة أو المصالح. يعكس الالتزام بتبني المعايير الأخلاقية في العمليات التشغيلية والأنشطة كذلك المصرفية المختلفة. هل هناك مؤشرات أخرى لقياس الاستدامة؟ بكل تأكيد طبعا، هناك على سبيل المثال لا الحصر مؤشر سيستناتكس الذي يقوم بتقييم مخاطر الاستدامة اللي هو الـ ESG Risks، وبفضل الله بيتك حقق أفضل تقييم لمخاطر الـ ESG على هذا المؤشر بتقييم 24.7، وهو أفضل تقييم على مستوى البنوك المحلية أو الكويتية. هذا يؤكد اهتمام بيتك بالاستدامة بشكل فعال، والتقدم الملحوظ في تحديد المخاطر المتعلقة بالاستدامة وتطوير آلياتها للحد منها. وما هي أهم مرتكزات استراتيجية الاستدامة لدى بيت التمويل الكويتي؟ مثل ما ذكرنا طبعا، لدى بيتك استراتيجية واضحة وضعها مجلس إدارة ويشرف عليها بشكل مباشر، فبيتك أول بنك يشكل لجنة متخصصة بالحوكمة والاستدامة على مستوى مجلس إدارة. كذلك بيتك أول بنك يصمم استراتيجية متكاملة للاستدامة مبنية على 4 محاور اللي هي طبعا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمتعلقة كذلك بالحوكمة، والمتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة الـ SDGs. كذلك أن طبعا أن أول بنك ينشئ إدارة معنية بمتابعة الاستدامة، وهذا يؤكد جدية وأهمية الاستدامة بالنسبة لبيتك. وأود أن نشير هنا إلى أن بيتك يطلق تقارير الاستدامة بشكل دوري، كما أطلق مؤخرا تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى البنوك الكويتية ولله الحمد. طيب، كلمنا عن جهود بيتك لتحقيق الشمول المالي.
طبعا جهود بيتك واضحة في تحقيق الشمول المالي عبر توفير الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة ومن أي مكان من خلال التطبيقات الرقمية اللي يتميز فيها بيتك، كذلك استقطاب مختلف شرائح العملاء والاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الأسميز وتعزيز الأمن السيبراني وحماية خصوصية العملاء. كل هذه تصب في تفوق بيتك في الشمول المالي والاستدامة. بلا شك بيتك يوفر البطاقات المصرفية المصنوعة من مواد معاد تدويرها، حيث أن نصف عدد بطاقات بيتك لعام 2023 أو الصادرة في عام 23 هي من بطاقات مصنوعة من مواد معاد تدويرها. كذلك لا ننسى الانتشار الجغرافي الواسع لبيتك في 11 دولة حول العالم وتوفير الخدمات المصرفية للمجتمعات التي يعمل بها، يندرج أيضا ضمن الشمول المالي. طيب، وكيف كانت ردود الفعل الدولية إزاء هذه المبادرات؟ لله الحمد، أثمرت هذه المبادرات والأنشطة على حصول بيتك على جوائز عالمية عديدة في هذا الإطار، آخرها جائزة أفضل بنك في التمويل المستدام على مستوى الكويت من مجلة جلوبال فاينانس العالمية، طبعا كذلك جائزة البنك الأكثر الاستدامة في الكويت من يورو ماني، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط من إيميا فاينانس، وغير ذلك الكثير من الجوائز. كما أن معرض كيفتش أوتو حصل على شهادة تقييم للمباني الصديقة للبيئة جيساس، اللي هو على مستوى أو المستوى الذهبي الأولى من نوعها على مستوى الكويت.